اليوم يا طوال العمر والسلامة راح أتكلم عن موضوع، الموضوع هذا قاعد يدمرنا، الموضوع هذا قاعد يدمر العالم العربي والشرق الأوسط كاملا، ألا وهو التعليم. تعليمنا مو كويس، تعليمنا ما يتعلم، تعليمنا بس يعلمنا كيف نتحمل. أنا إنسان محدثكم تعلمت في مدارس حكومية من ابتدائي للمتوسط للثانوي، حتى الجامعة عندي حكومية. أنا راح أسألكم، أنت فكر شوية، بعطيك 3 ثواني تفكر. بالله بذمتك إيش تعلمت؟ شف؟ ولا شيء، والله العظيم ولا شيء. انا بالنسبه لي اشوف التعليم عندنا المفروض يوقف في المتوسط، خلاص انت بس تتعلم كيف تعد، تتعلم كيف تتكلم، وانتهى الموضوع، لان الباقي خبزيطه. اقسم بالله الباقي ما منه فايده. يعني انا اتذكر في الابتدائي ما تعلمت الا شيء واحد، تعلمت كيف العب كوره فقط. يعني رياضيات علوم مدري ايش، مدرسنا حق الرياضيات والله العظيم كان يجيب معاه فصفص، بعدين يجي يقوم يكتب 3 × 4 كم وما يدري، يخلينا خلاص. انا والله اذكر مره قلت 24 قال لي صح، يعني حتى هو المعفن ما يعرف. مدرس العلوم حقنا كان يدخل عندنا يقول لنا الان سوف ندرس العلوم، سوف ندرس الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي هو اللي تاكل بعدين لما بعد ما تاكل يهضم. احنا كده تكتنا بالضبط. يعني ما تعلمنا شيء يا اخي، حتى املاء يا رجل، املاء اقسم بالله املاء انا اذكرها للحين. العيال اللي كانوا يدرسون معاي ما يعرفون يكتبون بطاطس، بطاطس كيف لو اقول لك قسطنطينيه؟ بطاطس سهله جدا، يكتبها ب ط ط س بطاطس. ما في الف على كيفه، هو زي ما يقولها والله بطاطس، سو اسمها بطاطس. يعني ما تعلمنا شيء. في حتى ماده كان اسمها خط، يا عمك استهبل انت، ما عندك يعني ما عندك مواد يا اخي، ما في شيء تبغى تعلمنا اياه. خط مكتوب قطه بعدين يقول لي لونها، جيب لي قصة تلوين طيب على الأقل، خليني أنبسط بدل ما أكتب قطة ومروحة. لا الحاء أنت لازم تكتبها على السطر يا عمي، هو ما يعرف حاء إيش أصلاً. يجيك الطالب أسنانه مكسرة، ثوب وسخ، أخلاق حتى ما فيه، وهذا وإحنا في الابتدائي باقي ما كبرنا. انتقلنا للمتوسط، دخلت عندنا مواد جديدة مثلاً فيزياء كيمياء أحياء، يا عمي والله العظيم ما أعرف إلا قانون نيوتن فقط، اللي هو لكل فعل ردة فعل مساوية له في القوة ومعاكسة له في الاتجاه فقط. هذا كانت المتوسط كان كذا، وتعلمت كيف اتضارب، انتهى الموضوع. يعني اقسم بالله كاني داخل WWE، كاني داخل مصارعه، بس علمونا كيف تدافع عن نفسك. الوضع كان اقسم بالله مزري، يعني حتى اكل ما فيه يا اخي، حرام عليكم اقسم بالله. المقصف فيه كاكو والله العظيم، ساندويتش وفي جوا شيء اسود بس مو شوكولاته. مو شوكولاته، انا ما ادري وشو، كنت اكله ما اقدر الا لازم اكل، يعني ما بموت يا جماعه الخير. عصير الربيع ما كان اسمه عصير الربيع، كان اسمه نكتار كذا، شكله كان عصير ربيع بس مو بعصير ربيع، وبريالين يكذبون علينا يا اخي. في مره من الايام رحنا زياره لمدرسه اهليه، اقسم بالله زعلنا كلنا، عندهم بيتزا. عندهم فلافل، عندهم عصيرات طازجه، احنا عندنا مويه ويعطيك اياها مفتوحه بعد وهو شارب منها والله العظيم. والمقصف حتى كان حرب، اقسم بالله الواحد يخاف يروح المقصف. المقصف انا كنت اروح المقصف، تدرون متى كنت اروح المقصف؟ بعد ما يرن الجرس حق الاذاعه، مدري حق الفسحه، بعد ما يرن الجرس حق الفسحة أروح عشان ما يكون في أحد. ويجيك الهندي يستهبل، تقول له وش فيه؟ يقول لك بطاطس، حتى هو ما يعرف يكتب بطاطس. لا أحد في مدرسة كان يعرف يكتب بطاطس. طلعنا من المتوسط رحنا الثانوي. الثانوي ما هي تعليم والله العظيم، في مدرستنا اللي هي الحكومية الثانوي كانت عبارة عن غابة، يا أنك تصير أسد يا أنك تصير غنمة، والغنمة يصير فيها أشياء مو كويس. الغنمة دائم ترجع بيتهم من طقة، تعرف لما تعرف حارتنا وش كانت، تعرف الحارة اللي كل البساس فيها مقطوع ذيلها ومكسور رجل، تلقى البس حتى البس مسكين ما سلم، اقسم بالله ما في ولا احد سلم. عيون القطط اللي في الشارع لانه في اسم قطه بس لانه بس يروحون يخربونها، يا عمي خراب اقسم بالله. ثانويتنا كان عباره عن غابه، البقاء للاقوى، يا انك تصير قوي وتقعد تتضارب مع العالم ومدروش وعقاب حنا بني شهر يا ولد وين عيال عمي، يا انك تتصفق ما في مجال اخر. فتعلمت الثانوي انطقت من الاخير فقط والله العظيم. انت قاعد تناظر وانت قاعد تقول ايه، والله ما تعلمت شيء. لو اقول لك الحين ايش الاسم الكيميائي حق الملح الصوديوم، تلقاك تقول والله كف. بس تعلمنا العنف، تعلمنا ان نصير حيوانات اقسم بالله. وعشان كذا يا استاذي يا متابعي الكريم، عشان كذا الناس برا ما في مخ. انت بتتكلم عن ليه ما يعرفون يسوقون لانه ما هو متعلم، ليه ما يعرف يدرس في الجامعه لانه ما هو متعلم، ليه ما يعرف يتكلم معاك لانه ما هو متعلم. يا اخي وصلنا مرحله في حارتنا اسلم على واحد يقول لي مثل ما اعرفه، ايش تبع انت من؟ سلم عليك يا 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 قرد، سلم عليك يا ابو ثوب اصفر مطفي، بسلم عليك بس، السلام عليكم. طلعنا من الثانوي تعلمنا المطقات، انا تعلمت في الثانوي كيف أطلع.
طارح صراحة. تعلمت كيف أصفر كف، تعلمت كيف لازم تربي أظافرك عشان تمخش في الحاجة يعني، تعلمت كيف أنطعن من قلم ناشف. هذا كان تعليمنا في الثانوي. رحنا الجامعة، وصلنا الجامعة. الجامعة أحلى ما فيها بس إنه في مواقف كثير فقط، والله العظيم بس أقسم بالله جامعتنا إنها مبنى على الفاضي. دكتورنا، أنا درست في الجامعة، درست في التحضيرية، الدكتور حقنا كان في نيوزيلندا، هو نيوزيلندي، كان في نيوزيلندا يمسح طاولات، كان ويتر نادل، جا هنا يعلمنا. وش بيعلمني؟ وانت فهمني وش بيعلمني، وش تعلمنا من الموضوع. بعدين ضياع وقت يا أخي. أنا تخصصي خمس سنوات من حياتي راحت وأنا ما تعلمت ولا شيء. في الجامعة بس تعلمت كيف أصبر على الدكتور. بعدين أنتم من وين تجيبون الدكاترة يا أخي؟ أقسم بالله دكاترتنا، في عندنا واحد تونسي يا ساتر، والله العظيم أقسم بالله يلبس جاكيت جلد في الظهر في عز الصيف. أنا ما أقدر أخذ منك معلومات يا مجنون، حر. بعدين ما يحتر عادي، يجيك بالجاكيت تاكي معرك. واليوم هدية بندرسكم، يعني ما أنت فاهم شيء أصلا، تقعد تنظر فيه تقول أنا في وسط الشرح والله مو قاعد أفكر في المادة أكثر من ما قاعد أفكر الحين هذا كيف ريحته. بعد هذا كله وش يا رب ما يفسخ الجاكيت. في مرة فسخ الجاكيت والمكيف شغال، أقسم بالله كل الفصل طلع، العالم كلهم قام فجأة جاتهم مكالمات، ألو أبوي مات يزبنون. بعدين عندنا بوفية، البوفية وش تبيع؟ تبيع همبرجر. طيب الهمبرجر تدرون وشو؟ الهمبرجر تعرف اللي تشتريه من السوبر ماركت وتحطه في زيت بعدين ترجعه، الهمبرجر فيه زيت أكثر من الخبز، أقسم بالله الخبز طري ويجيك ب15 ريال. ليش يا ماكدونالدز؟ ليش يا صديق؟ الجامعة أصلا يا أعزائي فكرتها أنها تهيئك للحياة، تهيئك للوظيفة اللي أنت بتوصلها، بس الواقع الطلاب مو فاهمين شيء. الطلاب قاعد ينجحون بالغش، بعدين يطلع يتوظف يقعد سنة في شركة بعدين يطردونه لأنه غبي، بعدين يروح يبيع بطاطس. السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من استراحتنا. مثل ما عودناكم انه كل حلقة نتكلم عن اخبار وحنا الصح وغيرنا غلط، وافهم يا فهيم يا حبيبي ولا لا؟ واضحة الف يا عيال ولا لا؟ قصدهم ان الدول المتقدمة حنا، فهمتوا؟ واحد احسب عليه، واحد ثلاثة واحد. جاك منافس يا اخي دقنك ستايل البايخ خبض الشخص المرة. خلني أقرأ الخبر. طيب شوفوا يا عيال، في ياباني نجا من حادثة تايتانيك، ما أتوقع ما حد شاف تايتانيك، كلنا شفناه. حلو، اسمه ماسابومي. حلو، ماسابومي بالله الكاميرا عليه، الكاميرا على الحلو هذا، انت حلو سكرة ألف، انت حلو. طيب ياباني هذا نجا من حادثة تايتانيك، حلو، يوم رجع لليابان طردوه من وظيفته ولقبوه انه جبان في الصحافة اليابانية عشانه ما مات مع الآخرين وما ضحى بمكانه عشان ينقذ واحد ثاني. هذا اليابان اللي هم متطورين وحنا والله يعرفني ايش فيه بموت بارك يعني. حنا لا سمح الله يا عيال، لا سمح الله، خلينا نفترض احنا في سفينة بس مو قد حق التايتانيك، يعني سفينة حقت فقراء مرة وبتغرق، واحد فينا اللي نجا على قولة أبو نجا، نجينا هنا بنطرد ونقول له والله ليش ما مت مع العيال بلاهي معشي. والله أنا صح، حي الله حنا دول متقدمة. بنا أبو خضر تحية لنا، والله نستاهل. طيب يا شباب، عام 2007 ستيف جوبز، احلف انه هذا الخبر من جد، والله كوبي بيست صدق. لا حطه في ذمتك. لا ما حطه في ذمتك. خلاص طب كمل. في عام 2007 ستيف جوبز وسوى اول ما اخترع جهاز ايفون، تدرون وش اول رقم اتصل عليه قدام الجمهور؟ 053. كلنا ندق عليه. لا اتصل على محل قهوه معروف، حلو، معروف لونه اخضر، حلو، وطلب 4000 قهوه للحضور. يا اخي اخترع لنا وكريم، هو اللي يو يا عيال، هذا اللي سواه لنا لايف. اللي بعده. طيب شوفوا، طيب الذكر حلو
يقول لك ملكة تايلاند اسمها سانادا، هذه مالكة مالكة. خمسة دي ملكة. إيش قال؟ ملكة. ما سمعت إيش قال؟ ملكة تايلاند. حلو. ماتت غرقت أمام حراسها والخدم دون يعني يساعدوها. تدرون ليش؟ في عقوبة إنه لمس الملكة هي عليها إعدام. هيا إيش؟ هيا خليه. قالت هيا تعال. هيا خليه. ايش في خوينا ساك؟ لا ابتسم ابتسم هالمرة. مرة. رجع خلاص. انا اقول بحكم انه ابتسم والوضع فيه بحر وملكة وغرق. ايه. سمك. صيادية. تبغى صيادية؟ والله صيادية. انا اسر لك صيادية. صفقت المايك يمكن صنجته. تحسر لك صيادية. بسم الله عدوك. تحية يا ابو خضر. تحية لإيش؟ للصيادية؟ لا. تحية للمشاهدين. خلصنا؟ خلصنا. خلصنا. تحية يا ابو خضر. أوعدكم الحلقة الجاية إني أنا بقرأ خبر. طيب مشاهدينا هذه حلقتنا اليوم انتهت. راح نقرأ لكم إن شاء الله بكرة في استراحتنا أخبار جديدة وجديدة إن شاء الله. يعطيكم العافية. ولنا ملتقى إن شاء الله. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. الجيل واحنا مع الفايف جي